بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وأحبائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في كل مكان في جمهورية مصر العربية. النهاردة عايز أقدم نموذج إجابة لامتحان اللغة العربية الدور الأول 2014 نظام حديث. الحقيقة النموذج أنا هقدمه علشان يعني أطمئن كثير من الطلاب اللي فاكرين نفسهم إن هم ارتكبوا أخطاء كبيرة قوي، وهي أخطاء بسيطة جدا لا تؤثر على المجمل العام لطريقك إن شاء الله ورحلتك في الامتحانات. وفي بعض الناس أصلا يعني فزع نفسها ومخوفة نفسها على الفاضي وهو حالي كويس جدا، وده طبعا أنا استشفيته من المكالمات اللي طول النهار عمال أتلقاها من جميع الطلاب. وأنا قصدت أن أنا أأخر الفيديو ده علشان أكون قد تلقيت أكبر قدر من الأسئلة ومن الشكاوى ومن الاستفسارات، عشان في النهاية أعرضها في هذه الرسالة السريعة اللي عايز أقدمها لكم، علشان طبعا أنا عارف ومدرك أنكم عندكم امتحان اللغة الإنجليزية كمان ساعات، ولكن طلاب كثيرة جدا الموضوع ده موترهم قوي وعامل لهم قلق ومش مخليهم عارفين يذاكروا الإنجليزي. فإن شاء الرحمن الرحيم لعل الله يجعل هذا الفيديو في تغيير حالتك النفسية تماما، وإن شاء الرحمن الرحيم تطمئن إلى حالك تماما وتعرف إن كل دي كانت وساوس وأوهام، فكل زلزال له توابع. أنا عارف دي كويس قوي، فزلزال الامتحان زال الحمد لله، وإن شاء الله الآن نزيل توابع هذا هذا الزلزال إن شاء الله رب العالمين. فبقول لكم سريعا كده، طبعا نموذج الإجابة هينزل لك في صورة نصية ممكن تنزله على الكمبيوتر بتاعك أو على الموبايل وتقرأه على مهلك. وأؤكد في البداية، أؤكد يا جماعة، أن نموذج الإجابة اللي بقدمه نموذج إجابة استرشادي. يعني أنت مثلا لو ما سمعتش الفيديو ده وجيت مثلا تقول لزمايلك يعني، أو سمعت جزء منه واكتفيت بأنك أنت النص كتابا يعني النص نفسه قريته يعني. فأؤكد يا جماعة لو سمحتم بعد الفيديو ده لما تنزل نموذج الإجابة النصي وتلاقي فيه اختلاف ما بين إجابتك وما بين نموذج الإجابة النصي، لو سمحت مش معنى كده ان انت غلط، لا، ده ممكن تكون زودت سطر، نقصت كلمة، ده لا يعني ابدا انك هتنقص. فانا عايز بس اؤكد على النقطة ديت، لان نموذج الإجابة اخر السنة ما هوش قرآن كريم زي ما انتم فاكرين كده، لا، برضو في مرونة الى حد ما. يعني طالما الطالب يكتب في ظلال المنهج وفي ظلال ما ذاكر ومن خلال روح الكتاب وروح اللي بيذاكره، فده طبعا ان شاء الله باذن الله صحيح. تعالوا بقى بسرعه كده نتناول الفروع بالترتيب. اولا الرساله اكتر الاسئله اللي جت فيها، استاذ انا ما عملتش مستطيل حول الرساله. يا جماعه هذا الكلام لا ينقصك، ما فيش حاجه اسمها ان انا عملت مستطيل او عملت برواز حوالي الرساله او ما عملتش، ده مش هيزيد درجه وده مش هينقص درجه. البرواز والمستطيل ده مش من ضمن درجات الرساله عشان تكونوا فاهمين. طب استاذ انا ما كتبتش الا 6 سطور بس، ما هو طالب منك، هو طالب من 6 ل 9، فخلاص يا جماعه انت طلبت 6 سطور كتبت 6 سطور، مش معنى انك ما كتبتش 9 يبقى هتنقص، فمش عايز بس على الفاضي. طب استاذ انا نسيت اكتب مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مش مشكلة، مش هتنقص برضو على تحية طيبة وبعد، أو مش هتنقص على التحية. طب أستاذ أنا نسيت أكتب إمضاء فلان، هو أنت أصلا مش مكتوب تكتب، مش مفروض تكتب إمضاء فلان أساسا. فجماعة مش عايز حد يعني يتوسوس في موضوع الرسالة ده، وأصلا كتاب المدرسة ولا المنهج نفسه ادولنا نموذج رسمي للرسالة عشان يصححوا عليه. فبكل بساطة الرسالة كانت محتاجة منك اللي هو الاسم المرسل وعنوانه، بتسيبه طبعا فاضل لأنه قال لك ما تكتبش حاجة في اسم المرسل ولا في العنوان، وبتكتب عزيزي فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعدين بتبدأ بداية بقى أو بتكتب فقرة بسيطة اللي هي من 5-6 سطور إلى هذا المخترع اللي هو قال لك عليه. ده بالنسبة للرسالة. بالنسبة لموضوع التعبير الأساسي بقى لو سمحتم، أولا يا جماعة الناس كتيرة قوي بعتلي تقول لي أستاذ أنا ما كتبتش عناصر أنا هنقص، زمايلي بيقولوا لي هتنقص لو ما كتبتش عناصر. يا جماعة ما فيش حاجة اسمها تاخد درجات على العناصر، أؤكد ذلك يا جماعة، اللي ما كتبش عناصر مش هينقص، وأؤكد على ذلك، أنا قلتها قبل الامتحان وديني بأؤكد عليها تاني اهو، اللي ما كتبش عناصر مش هينقص، اللي هينقص ينقص من جوه التعبير. وانا كنت حتى في فيديو اتريقت عليها وقلت يا جماعه ده مش نظام ابلة فضيله، هو مش محتاج مننا لا عناصر ولا حاجه، اكتب العناصر في المسودات. فأؤكد تاني بكل ادوات التوكيد، انت مش هتاخد درجات على العناصر، ولا مطلوب منك تكتب عناصر، المطلوب منك تكتب الموضوع لو سمحت. استاذ طب حجم الموضوع قد ايه؟ طب اكتب فقرات ولا لا؟ ما احنا قلناها يا جماعه، أولا أنت لو ما كتبتش في فقرات لن ينقصك هذا كثيرا، أو لن ينقصك بالمرة عشان تكون فاهم. يعني أنا بقول لك أهو، لو موضوعك أهم حاجة في الموضوع يا جماعة أنك تكون كتبت كتير،
وبشكل حلو. بص انا بكلمكم بجد، تنوع الافكار اللي جوه بقى وتنوع الاسلوب ده يعني بيختلف من مصحح لمصحح، لكن التركيز الاساسي على حجم الموضوع وشكله والبعد عن الاخطاء الاملائيه والنحويه اللي ارجو وأدعو الله عز وجل ان يكون قد سلمكم الله منها، دي باذن الله رب العالمين. اما بقى اصل انا يا استاذ ما كتبتش العناصر، اصل انا ما كتبتش خاتمه، اصل انا ما كتبتش مقدمه، اصل يا استاذ مش عارف انا كتبت 30 سطر بس، واخد بالك 30 سطر بس، لا ان شاء الله باذن الله برضو تعدي باذن الله رب العالمين. لكن لما تقول انت كتبت نص صفحه او كتبت صفحه، لا ربنا ينجيك بقى وايه وما يخصملكش كتير يعني. لكن موضوع التعبير يا جماعه مش عايز حد يوسوس نفسه في حاجات ملهاش لازمه ان هو يحطها في دماغه انها هتنقصه وهي مش بتنقصه اصلا. اديني اكدت على موضوع يا شباب التعبير. ايا كان بقى الموضوع اللي انت اخترته، سواء التربيه او سواء مثلا التربيه الصحيحه او التنميه البشريه، براحتك. لكن اللي كتب قصه برضه مش عايزه يفزع يا جماعه، اكد الناس برضو جايه عامله لي فزع. استاذ الحقني انا كتبت قصه، انت لما كتبت قصه انت ما ارتكبتش جريمه خلاص. لكن يعني احنا كنا بنقول لك اكتب الموضوع الثاني لعل ان الفرصه تكون اكبر في انك تحصل على الدرجه النهائيه او درجه كبيره. ومش معنى كده ان انت كتبت قصه انك هتحصل على درجه قليله يا جماعه، لا. الموضوع اهدى شويه كده وبالراحه، من الممكن جدا ان انت تكون كتبت قصه وقصه كويسه وتحصل على درجه. فمش عايزك تفزع نفسك ولا تحبط نفسك عشان انت كتبت القصه تفكر ان 10 درجات تعبير. ما في الطلبه بتعمل كده بقى، طلبه في وسط الازمه اللي هم فيها والضغط اللي هم فيها والافتاءات والفتاوى الكتير واللي فيها بيتكلم واللي ملوش فيها بيتكلم، ويمكن واحد يقول لك ايه لا يا ابني انت خلاص كده 10 درجات تعبير طاروا، وانت تصدق يعني هو يعني مش عارف انت بتصدقه على اي اساس. يعني يا جماعه ما فيش حاجه اسمها 10 درجات تعبير طار. انت لو كتبت القصه ما فيش حاجه اسمها ان يطار لك 10 درجات تعبير، الكلام ده كلام فارغ. فاثبت كده ودرجتك محفوظه، وممكن انت بكتابتك القصه تجيب اكتر من اللي كتب الموضوع، لان اللي كتب الموضوع عاكك ومشطب و و الى اخره. فعايزك تثبت كده وتهدى، وان شاء الله رب العالمين تجيب درجه حلوه كمان في القصه باذن الله. ده بالنسبه لموضوع التعبير. بس طب انا ما شكلتش في موضوع التعبير، مش مطلوب تشكل اصلا في موضوع التعبير. طب انا شكلت في موضوع التعبير برضو عادي تمام، شكلت في موضوع التعبير ربنا يصلح حالك ان شاء الله باذن الله ويكون خير باذن الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بالنسبه للقصه طبعا انا مش هطول في الاجابات، انا هشير سريعا. طبعا كانت اول حاجه الضعه قله الشان زي ما احنا عارفين، وحافظه كانت مضادها ناسيه، والحياه جمعها اللي هي شباب الحيوان. طبعا المقصود باليوم المشؤوم انت عندك الاجابات النصيه كلها، لكن المقصود باليوم المشؤوم اللي هو يوم فشلوا في تسميع القران. وليه وصفوا بانه مشؤوم؟ لانه ذاق بقى زلال مراره الذل والخزي، وعندك الاجابات النصيه، وقلت مش شرط انك انت اجابتك تكون زي الاجابه دي بالظبط، طالما في حول هذه الإجابة تدندن، عارف تدندن يعني إيه؟ يعني تطوف حولها وتقترب منها. طالما أنت تدندن حول هذه الإجابة فإجابتك إن شاء الله صحيحة. ماذا لا يحدث لو لم يأتي الطفل أو لم يأتي الفتى على طعامه كاملا؟ طبعا أنت عارف أنه كان قدام أخوه، يعني كان يأكل على مزاجه، ويسيب شوية يزوج ينقص شوية يأكله كله مش مشكلة. لكن لما كان أخوه ما بيبقاش موجود كان بيحرص أن يأكله كله، حتى أهو بقى الحتة دي بقى، حتى لا يسأله أخوه ويظن به المرض أو الحزن. وكان أكبر حاجة عنده أنه يشيل أخوه الهم. فهتكتب الحتة دي إن شاء الله رب العالمين، برضو مش شرط بنص القصة، ممكن تكتبها في ما هذا المعنى عشان تكونوا فاهمين. ماذا يحدث لو لم يخفي الكاتب عن ابنتي بعض اطوار سباق؟ طبعا لفتح عليها بابا من الحزن، وكان كمان من الممكن ان تسخر منه او تعبث به، ولا يحب ان يسخر او يضحك الابن من ابيه. واجابه انا بشير للاجابات يا جماعه، الاجابات بالنص، انا بس عشان ما اضيعش وقتكم انا اشير الى الاجابات سريعا، وعندك النص اللي هو الاجابه النصيه عندك ممكن تقراها على مالك. السؤال الثاني بقى، وقد استقر في نفس الصبي، طبعا معنى عنايه هنا الاهتمام، ومضاد عكوفا انصرافا وجمع ضئيل ضئال. ما الذي استقر في نفس الصبي؟ تعرف اللي هو في الفقره يا جماعه، الاجابه في الفقره على فكره يا جماعه، واؤكد على ان الاجابه في الفقره. فخلي بالكم الحكايه دي، وبرده كان في كذا في اللي هو اسئله القراءه كانت برده الاجابه في الفقره، فانتبهوا ممكن ده يحصل في المواد الاخرى، فانتبهوا يعني. ما الذي استقر؟ ماذا يحدث لو عندكم الاجابات النصيه؟ مش عايز اطول عليكم، بس علشان تنزلوها وتقروها على ايه؟ على مالكم ان شاء الرحمن الرحيم. نيجي بقى لاسئله القراءه. اسئله القراءه دي موضوعين، موضوع سقط القناع وموضوع العلم في الاسلام. وده هو موضوع سقط القناع اللي كانت كل الناس بتقول لك ده ما بيجيش، وده هو اتجي وكنا اشرنا اليه. لو تفتكر لما قلت لك هو ممكن يجي موضوع سقط القناع يا استاذ، قلت لك ممكن يجي سقط القناع وخلي بالكم منه.
طيب الحمد لله، يعني احنا بنحمد ربنا الحمد لله رب العالمين، اما بنعمه ربك فحدث. يعني بقول لي ما رايك في اختيار انا مش طبعا مش هجاوب كل الاسئله، الاسئله كلها متجاوبه في الملف اللي هتنزله، لكن انا هشير الى السؤال الاخير فقط اللي هو سؤال ما رايك في اختيار الكاتب عنوان سقط القناع؟ هل يا استاذ ده ليه نموذج اجابه محدد؟ لا طبعا، على فكره ممكن يختلف من طالب الى طالب، وهيقول لك كده في نموذج الاجابه يقبل راي الطالب ما علله. يعني انا جبت راي واحد في النموذج النص اللي هينزل معاك، لكن من الممكن تقول ما عجبنيش ومن الممكن تقول عجبني، بس تقول ليه؟ يعني هو الغالب ان هو كان يعني عنوان كويس لانه كان كلمه القناع، ما تقول كده، هتقول الاجابه كده، تقول اعجبني هذا العنوان، هذا اعجبني هذا العنوان لانه يقصد بالقناع الخداع الذي تدعيه الدول التي تنتهج منهج الإيجينيا، وهو انها تريد تحسين سلاله الانسان، بينما الحقيقه التي يخفونها وراء هذا القناع هو الطمع في موارد العالم الثالث. على فكره ممكن تعملها استعاره تصريحيه، تقول شبه مثلا الخداع بالقناع، وحذف حذف مثلا المشبه وصرح بالمشبه به، ممكن تعملها كنايه عن الخداع، صح؟ كل دي اجابات وارده، فما تقلقش خالص. ولو قلت مش عاجبني العنوان وكان به اولى به ان يقول كذا وكذا، برضو اجابه صحيحه، فلا تقلق ابدا من هذا السؤال، ومحدش يفرض اجابته عليك لو سمحت، عشان بس ما تفكرش انك نفسك غلطان وانت مش غلطان في حاجه. سؤال العلم في الاسلام، طبعا اسئله العلم في الاسلام كلها مباشره ما فيهاش حاجه، هي بس الحته بتاعه اللي هو علل الطب والحساب واصول الصناعات من فروض الكفايات. يعني لما قال الطب لصلاح الابدان مش كده، والحساب للمواريث، والصناعات لانها تزيل الحرج عن المسلمين، لو عملتها كده صح، ولو قلت كلهم على بعض لانهم علوم ضروريه للانسان او للمسلمين او للمجتمع ولا ونقصها يؤدي الى حرج، برضو صح. يعني انت لو مسكتها تفصيلا او اجمالا الاثنين صح، ما تخافش عشان تكون فاهم. نيجي ل اتفق مفهوم البحث العلمي، كل دي اسئله متجاوبه عندك في النموذج. نيجي للادب بقى، الادب بقى عشان في عجن كتير وفي ناس كتير بتتكلم كلام مش عارف جايبينه منين بصراحه. يعني اول حاجه بقول لي علل هروب شعراء جماعه الديوان من عالم الواقع الى عالم الاحلام والاوهام. جماعه دي معروفه للكبت الاستعبار البغيض ولسوء الواقع وعجزهم عن تغييره، فلجوا الى عالم من الاحلام والاوهام، وكنا والله مراجعينها بالنص ايام ما كنا بنحل اسئله كتاب الامتحان، فالسؤال ده بسيط خالص ومباشر. يعني نيجي بقى للسؤال اللي بعديه اللي هو سؤال القصه القصيره، بيقول لي علل اتجهت القصه القصيره بعد الحرب العالميه الثانيه الى الواقعيه. انتبهوا بقى لاجابه هذا السؤال، لان انا سمعت اجابات يا جماعه غير مسؤوله وغير صحيحه بالمره، واجابات مالهاش اي علاقه السؤال ده. مع الإجابة على السؤال ده حوالي سطرين بالظبط، وموجودين في كتاب المدرسة بالنص، والغريب إن هم جم في امتحانات ثانوية عامة قبل كده وتم إجابتهم يا جماعة، والناس كلها محسومة. أنا مش عارف الإجابات اللي سمعتها هي إيه؟ إيه الإجابة الصحيحة؟ الإجابة الصحيحة إن القصة القصيرة اتجهت نحو الواقعية كرد فعل طبيعي لتغير المجتمع أو تغير حركة المجتمع الشاملة في الاقتصاد والاجتماع. اللي عندك في الكتاب أهي، حتى أقرأ لك بالنص أهي، أو كرد فعل لحركة المجتمع الشاملة في السياسة والاقتصاد والاجتماع والفكر، فقد استلزمت أن يكون كتاب القصة القصيرة واقعيين، وأن تكون القصة القصيرة رد للواقع بس زي ما بقول بس، مفيش. لو زودت مش مشكلة ما تخافش، لكن بقى ما يجيش واحد يقول لك اصلا نتيجه الحرب العالميه ونجازاكي وهيروشيما، ويفضل بقى كل واحد يا جماعه يفتي باجابه شكله ويبوظ لك اعصابك. هي الاجابه الصحيحه اللي موجوده في كتاب المدرسه واللي نزلت في امتحانات ثانويه عامه قبل كده، ونزل النموذج الاجابه بتاعها قبل كده، فمش عايز حد يا جماعه لو سمحتوا يبوظ لكم اعصابكم وانطه. فديت مساله ايه، او دي اجابه السؤال بتاع القصه القصيره. نيجي لاكثر الاسئله جدلا في الادب بقى، اكثر الاسئله جدلا في الادب اللي هو شعراء المهجر امن شعراء المهجر بان الشعر يقوم بدور انساني في الحياه. بص بقى، صلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. السؤال ده يا جماعه هو بالظبط النزعه الانسانيه. يعني اي حد هيجيب كلام عن النزعه الانسانيه، اصبر بس، اللي ما كتبش النزعه الانسانيه يصبر عليا، لان انت ممكن تكون كاتب كلام ومش عارف ان هو النزعه الانسانيه، فاصبر بس كده، ايه ما تفتحليش بقك يعني، اصبر بس كده واستهدى بالله يعني. تمام، بقول النزعه الانسانيه ليه دعوتهم لحب الخير والجمال والعدل والمساواه والانسانيه، دول هم دعوا للكلام ده. فاكر الحته بتاعت عندما ابدع الكون رب العالمين ووجد كل ما فيه جميلا وثمينا، خلق الشاعر ليخلق للناس عيونا. الابيات مش شرط تقولها على فكره، يعني بص كمان قالوا انه ما لكش مستشهدا، هو قال لك وضح ذلك، يعني اللي كتب الابيات هنيئا له فهو اجابته اجابه امنه، لكن اللي ما كتبش الابيات لا يعني ذلك ابدا انه هينقص، ادي نقطه بطمن منها الناس. النقطه الثانيه انك افرض ما قلتش حب
ربهم للخير والجمال والمساواة والإنسانية والكلام ده كله. افرض قلت مثلا حاجات قريبة منها، يعني قلت مثلا ان هم نتيجة المعاناة اللي عانوها في مجتمعهم لبنان، نادوا بعدم التعصب الديني ونادوا بالأخوة ونادوا، هو نفس الكلام. انت حول الإجابة تدندن برضو الدندنة النهاردة يعني. المهم ما تخافش، حتى لو زودت افرض انت بقى يعني كتبت اللي انا قلته او مضمون اللي انا قلته ده، النزعة الإنسانية، كلمة إنسانية، اي حاجة بتضم للإنسانية، وكتبت شوية حاجات زيادة بعدها، ما تخافش، الزيادة لا تنقص، ما تخافش، اي كلام زيادة مش هينقصك، وده اؤكد عليه. المقال بقى دي سهل خالص برضو، موضوع المقال يا جماعة، بقولك ليه ذاتية المقال، بقولك يجب أن تتضح شخصية الكاتب وأراءه وأفكاره وعاطفته، لأن الأديب لا يستطيع إخفاء عاطفته أو رأيه الشخصي فيما يدفع الأديب إلى كتابة مقالاته، وهو رغبا وهو رغبته الملحة في التعبير عن رأيه الشخصي. يعني مضمون الإجابة عشان بس ما تتخضش، إن الكاتب بيكتب المقال عشان يبرز رأيه وعشان يقول رأيه وعشان يوصله للناس، فازاي ما يكونش فيه في المقال ذاتية؟ يبقى ده المعنى اللي برضه بنقول عليه اللي هو ديت مضمون الإيه برضه يا شباب، مضمون الإجابة. والحمد لله الأسئلة على فكرة يعني الأسئلة مباشرة، والحمد لله ما فيهاش جدل، ولها مكان في كتاب المدرسة، وده اللي أنا كنت بأكد عليه ليل ونهار، يعني كنت بأكد عليه النهار انه مش هيخرج بره كتاب المدرسه، واسئلته بيقول لك بننزل بصفحه كذا صاد كذا، يمكن هيقول السطر كام كمان، وفعلا كلها موجوده في كتاب المدرسه بالنص. فاي حد يقول لك اجابه ما هياش في كتاب المدرسه انسى خالص، ما يبوظلكش اعصابك اوانطه، لان في ناس بتقصد تعمل كده على فكره. فخلي بالك، قلت لكم 100 مره ان في احيانا بيبقى في تنافس غير شريف، فممكن واحد يكون يعني شايفك انت حساس شويه او منفعل او انت منفعله شويه وبتاع، فتيجي تقول لك اجابه وتوهمك ان انت لا 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 ده انت ضيعتي، لا 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 ده انت مش، فبلاش السلاح ده شباب، واثبتوا كده وخليكم جدعان واعيين. نيجي للبلاغه. بلاغه يا جماعه ما كانش في ابسط من كده بصراحه، لا من خلال الابيات الواضحه السهله اللي ما في يعني كتاب طالب اعدادي يفهمها، والاسئله كمان والله الواضحه السهله اللي ما فيهاش اي حاجه، ده انا خايف عليكم من سهولتها يعني. يعني اول سؤال ده اللي هو الى ما يدعو الشاعر للابيات، شرح عام، يدعو الشاعر الى الابيات الى التحدي الصعوبات والى فهم الدنيا فهما صحيحا، وانها ليست بالبساطه التي نتخيلها، بل هي تحتاج الى التحدي والصبر والوقوف بالمرصاد لكل ما يواجهنا من عقبات. ده المعنى العام، هذا هو المعنى العام. طيب، وليوضح الخيال في قوله الدنيا كبحر مائج، تشبيه، تشبيه قولا واحدا، مش شرط تقول نوعه ايه، هو ما طلبش نوعه. طب افرض قلت نوعه، يعني يا رب بقى ما يكونش غلط، لان انا ما قلت لك 100 مره ما تقولش نوع التشبيه، لكن برضو ما تقلقش، طالما كلمه تشبيه اتكتبت يعني انتبه ان هي باذن الله رب العالمين هتاخد الدرجه، لكن كنايه بس لا، يعني كنايه بس دي لا، لكن لازم تكون تقول الايه، تقول التشبيه معاه. يعني هو لما قال الدنيا كبحر مائج، تقول تشبيه جميل حيث شبه الدنيا بالبحر الهائج المتلاطمه امواجه، ليدل على مدى صعوبه الحياه وضروره ان نستعد لها الاستعداد الايه المناسب. طب بيقول لي وين قيمته الفنيه؟ توضيح المعنى برسم صوره له، بس هو ده القيمه الفنيه للتشبيه، واي تشبيه في الدنيا قيمته الفنيه توضيح المعنى برسم صوره له. طبعا مش استعاره شباب، لا، اللي مجاوب دي استعاره غلط. بقى بيقول لي في الابيات موسيقى ظاهره، اوضح مصدرها. الموسيقى الظاهره يا جماعه وحده الوزن والقافيه وبعض المحسنات البدائيه. والله ممكن تذكر بقى مثلا التصريع في بين كسل وبين الامل، ممكن تذكر بعض المحسنات البدائيه، ممكن ما تذكرهاش، لكن الموسيقى الظاهره لو كتبت كده في وحده الوزن والقافيه وبعض المحسنات البدائيه، انت قد حصلت على الدرجه الكامله باذن الله. ما قيمه وصف موجب العالي؟ يا جماعه يؤكد على خطوره او على صعوبه الدنيا وعلى كثره التحديات التي يواجهها الانسان، بس يؤكد على ذلك، يعني يؤكد على الخطوره ويؤكد على الصعوبه. طيب بيقول لي وما الغرض البلاغي من الانشاء في البيت الاول اللي هو قم ودع وغيره؟ ده امر غرض الحث والنصح والارشاد، تمام كده، الله يرضى عليكم، تمام كده. نيجي لنص الصغيران. طبعا نص الصغيران جاي واضح جدا وسهل جدا، مرادف قال لك الحمد لله، والله كانت القطعه دي بالنص احنا جايبينها ومناقشينها في الامتحانات الثلاثه النموذجيه اللي هي كانت موجوده في اخر ثلاث امتحانات اللي هم كانوا المراجعه، وكانت القطعة الحمد لله أما بنعمة ربك فحدث يعني، وقصة الأيام قلت لكم السؤال جه مركب مش كده؟ طيب نيجي هنا بيقول لي معنى هلا، معنى هلا يا جماعة صاحة صاحة ومضاد أكبت، مضاد أكبت ده أظن اتكررت في امتحانات كتيرة، قلت لكم الأسئلة بتتكرر، يعني ياما اتكرر السؤال ده وياما حللناه سوا، مضاد أكبت يعني أعرضت أدبرت ابتعدت وهكذا. طيب الحمد لله مش جايبه اختياري، انت كمان جايبه لك يعني ايه كذا حاجه، ما تخافش لو كتبت كذا حاجه ان شاء الله باذن الله هياخد لك الاجابه، لان كذا حاجه قريبه من بعض، مش كذا حاجه بعيد، مش دي في الشرق دي في الغرب يعني، لان هم كلهم قريبين من بعض يعني. بيقول لي مفرد مدامع مدمع
وجمع جسم اللي عملها جسوم صح. لان في طلبه النهارده اتصلت بيا قالت لي انا عملت جمع جسم جسوم. ايوه صح طبعا، واجسام جسوم واجسام الاثنين صح طبعا. تشير الفقره الى نهايه ممزوجه، دي شرح طبعا عام للفقره مفيش مشكله خالص. وعندك يرى البعض النقاد ان المقال يشبه القصه القصيره. طب لوضع الخيال معلش الاول، هل الاطفلان، بصوا يا جماعه ده كنايه، وانا عارف ان هو دايما بيحب قوي يلمس النقط اللي الطلبه كلها بتجري على الاستعاره، قلتها 100 مره قبل كده، مش كل حاجه هنجري على الاستعاره يعني، يعني توصوا زمايلكم بقى قبل كده يعني. هل الطفلان كنايه عن فرحه الطفلين بلقاء امهما وقيمتها الفنيه الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في ايجاز وتكسير. مش شرط تقول لو قلت الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه وسكت برضه هتاخد الدرجه، احسن الناس تتوسوس دلوقتي تقول لك انا ما قلتش في ايجاز وتكسير. ما تقلقش يا عم ما تخافش. بقول لي هنا عارف الكاتب ايوه بقول لي يمثل النص اتجاه المحافظين في لا عفوا عفوا السؤال اللي قبليه بيقول لي ايه؟ بيقول لي يرى بعض النقاد ان هذا المقال يشبه القصه القصيره. السؤال ده اجاوب ازاي؟ ببساطه ان المقال هذا المقال احتوى على كثير من مكونات القصه القصيره، يعني المقال ده فيه شخصيات اللي هم الرافعي والطفلين وبعض المره دي الشخصيات. المقال ده فيه زي ما نقول الحكايه، انه بيحكي حكايه الطفلين لما تاهوا والانام وغيره. المقال ده فيه النهايه، لما النهايه السعيده بمقابله الام لولديها، يبقى كنا قلت ان المقال يحتوي على شخصيات ويحتوي على حكايه ويحتوي على نهايه، وممكن تشير الى الصراع، صراع ما بين الاطفال وما بين خوفهم وما بين العالم الخارجي، وصراع ما بين الكاتب وخوفه على الاطفال ورغبته في طمانتهم، ممكن يعني تشير الى هذا الصراع، لان برضه زي ما قلت لكم السؤال ده سؤال استنتاجي مش سؤال من الكتاب بالنص، فهو يقترب من فن القصه القصيره لذلك، لكن الحقيقه لم يتحقق في هذا النص، مش شرط تقول دي، انا بس بكمل الاجابه، المبدا التكثيف والتركيز، يعني الرفع كان عنده اطناب وعنده تكرار وعنده نوع، لذلك لا تعتبر قصة ايه قصيرة. لكن وقال لك علل ذلك، يعني علل ليه هي تعتبر قصة مش علل ليه ما تعتبرش ايه قصة. فزي ما قلت تاني، طالما ذكرت الحكاية والشخصيات والصراع او ذكرت شيء من ذلك، يبقى ان شاء الله اجابتك صحيح. اكتب بقى مما حفظت اليوم عرفت انها هي الا بان روحها كانت منتشرة الى اخر اللي تسمعه، حوالي سطر ونص كده مش كتير قوي يعني. بقول لي بعد كده لا في سؤال احنا سيبته انا، يمثل النص اتجاه المحافظين في الناس بما التزم اصحابه. يا جماعه الاجابه زي ما في كتاب المدرسه، اصل في ناس مزوده قوي على الكلام ده وكاتبه لي خصائص الرفعي، وفي ناس شبه تقول لي لازم خصائص الرفعي. لا طبعا خصائص الرفعي مش مطلوبه، وانا اشرت للنقطه دي قبل كده. يا جماعه المطلوب مني اللي هو خصائص المدرسه، الخصائص الاتجاه المحافظ المعروفين اللي موجودين في الكتاب، اللي احياء التراث والتاثر باساليب القدماء وتمجيد الماضي والتغني به، الوقوف بالمرصد للامراض الاجتماعيه الوافده الينا من الغرب والمنافيه لتقاليدنا، تمام؟ هي دي الخصائص اللي ذكرت في الكتاب واللي مكتوبه في الكتاب. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. نص الشعر وسوره الكمال، معنى المنال طبعا الحصول، واطماع طمع، والمضاد المحال الممكن. تصور الابيات تطلعا من تطلعات الرومانسيين. على فكره مجرد انك انت بس تشرح الابيات او تقول تطلع للمثل العليا او تقول على عاده الرومانسيين وخصوصا الديوانيين يتخيلون عالما مثاليا اخر، كلك تشرح الابيات او تقول الكلام اللي انا بقوله ده، يعني كلك تذكر بعض الخصائص وتطبقها على الابيات او كلك تشرح الابيات مباشره، صح ما تخافش. ما الادله التي ما دلاله كل من الطفل؟ طبعا الطفل هنا تروحي بالبراءه وتروحي بالسذاجه وتروحي بقوه التعلق، ياما جاوبناها دي قبل كده. والمحال، المحال توحد ايه هنا بصعوبه وبعد الايه وبعد الهدف. اخيرا قبل الاخر بيقول لي الشاعر لم يتجه الى الحسن، عفوا النجم، النجم استعاره تصريحيه يا شباب، النجم هنا استعاره تصريحيه حيث شبه صوره الكمال بالنجم وحذف المشبه وصرح بالمشبه به، وقيمته الفنيه هو توضيح المعنى وتقسيمه في صوره حسيه توضحه. توضيح المعنى وتقسيمه. بقول لي الشاعر لم يتجه الى الحسن، وبيت واحد يا شباب، يعني على الاكثر بيت واحد، لو كتبت بيتين مش مشكله، كتبت انا عارف ان في ناس كتبت القصيده كلها يعني. لا هو بيت واحد بس اللي هو لم يعشق الجديد لكنه هذا ببكر من بنات الخيل. ده عن نص الشعر وسوره الكمال. النسور برضو كان بيقول لي الزهو كانت الافتخار، ومفرد هامات هامه، ومضاد السحيق ياما ياما، والله وانا براجع كنت بشيل الكلمه دي، هي كلمه امتحانات كتير قوي بتيجي طبعا لانها مضادها القريب، مضاد السحيق اللي هو ايه يا شباب؟ القريب، لان الطلاب بيفكروها اللي هي الواسع او غيره. طبعا يصور المقطع اللي هو المقطع صنفا من الناس، ده شرح عادي جدا. دلاله الطليقه تدل على الحريه وعلى العزه وعلى السعاده، وورد الذره تدل على الهدف البعيد، تدل على حاجتين، بعد الهدف وجمال الهدف. يعني كلمه بعد جبتها من الذره
علو الهدف، ممكن علو الهدف جبتها من الذرة وجبت جماله من كلمة يا شباب، من كلمة ورد. وضح الخيال في قوله حلم الكمال دي كناية، يعني حلم الكمال ما هي إلا كناية عن طموحات الشاعر البعيدة وعن مدى ارتباطه بهذا الحلم الجميل. قيمة الفنية الكناية معروفة الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه، وأكتب من محافظة إلياس نصور الطريقة تعرف مصرعها والعيون التي تترصدها والنصال التي تتعاقب خلف النصال. صليت على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد. نيجي بقى شباب للنحو. النحو بقى يعني بصراحة كان خفيف الحمد لله، لكن برضو كان في بعض الحتت كده نشير إليه. أول حاجة كلمة الاهتمام فاعل، يجب الاهتمام، الاهتمام فاعل. كنت أشرت إليها قبل كده أن الأفعال اللي بيجي بعد يجب ويمكن ويبدأ وينبغي بيعرب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم. كلمة حقوق، ولأطفالنا في رقابنا حقوق، مبتدأ مؤخر. طبعا وظاهرة اللي قلنا تأخير المبتدأ دي بتيجي كتيرة جدا في الامتحانات، حقوق مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضم. السؤال اللي الاعراب اللي بعديه هو حق التعليم، طبعا دي مضاف ليه، مجرور على مجرد كسره قولا واحدا ما فيهاش كلام، مضاف ليه طبعا. وحق الرعايه الكامله حتى يكون اكثر نفعا. نيجي بقى لاكثر الكلمات جدلا في الاعراب، واسمى رساله نقدمها للعالم كله اطفال، خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. ايوه انا عايز الناس اللي حلتها صح، يعني خبر يا جماعه، معلش انا اسف للناس اللي حلتها فاعل، غلط غلط مش فاعل، كلمة أطفال قولا واحدا خبر يا جماعة، وما فيهاش جدل علمي ولا فيها شك ولا فيها أي حاجة خالص، هي كلمة أسمى المبتدأ ها 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 ها، وبتيجي عند أطفال هي الخبر. ما هو أسمى ما نقدمه للعالم إيه؟ إيه هو؟ إيه هو؟ فخبر خبر مرفوع علامة رفعه إيه؟ مرفوع علامة رفعه الضمة. اللهم صل على محمد. واللي استخرج اسم مقصور بقى عادي، دي كانت أسمى، ومضارع منصوب ليه يكون، وحتى ما طلبش علامة النصب، وضمير في محل نصب الهاء في نقدمها، وجملة وقعت نعت في احتمالين عشان بس الناس ما تزعلش، اللي هي رسالة نقدمها للعالم، جملة نقدمها للعالم نعت لرسالة. وأيضا أطفال يقدرون على الابتكار، كلمة جملة يقدرون على الابتكار دي برضو ديت يا شباب دي جملة نعت. ليه؟ لأن احنا اتفقنا ان الجمل بعد النكرات ايه؟ بعد النكرات صفات. يبقى عرفنا دلوقتي الاستخراج لغاية كلمة جملة وقعت نائب عن المفعول المطلق، واذكر نوعه كثيرا. ان عندك كان في الاول هو بيقول ايه؟ يجب الاهتمام بهم كثيرا، دي نائب عن المفعول المطلق منصوب علامة نصب الفتحة، وديت نوعه بقى صفته، ده صفة للمفعول المطلق المحذوف، لان يجب وجوبا كثيرا، فانا حذفت وجوبا وسبت كلمة ايه؟ كثيرا اللي هي يا شباب الصفة، يبقى نوعه هنا الصفة او صفته يعني. اللي نسى نوعه بقى يعني ايه؟ ينسى نص درجة يعني، ان شاء الله ما يكونش كتير باذن الله يعني. مبتدأ حذف خبره، ها؟ وقدر المحذوف اللي هو لولا، لولا الرعاية، واحنا عارفين دايما اشرنا الى ان بعد لولا يأتي مبتدأ وخبر محذوف وجوبا، وجوبا اذا دل على كون عام يعني، وهو هنا المحذوف تقديره كلمة موجود. وارجو انك ما تكونش نسيت تقدر الخبر، وبرضو لو نسيت تقدر الخبر يبقى ان شاء الله ما تخافش، معلش يعني درجات كبيرة ان شاء الله باذن الله يعني. بني اصبح ده من احلى، بني اصبح العلماء مهتمين بالاطفال، بني حب على الشروع، ويا ما اشرت اليها والله حكاية ان احنا نجيب ان احنا نخلي بالنا يا جماعة، الشروع يعني شرع، بدأ، اخذ، مش كده؟ ما تقوليش بقى عسى، ما تقوليش كده، انا اسف، مش هتتحسب، مش هتتحسب، لازم تقولي شرع او اخذ او بدأ او جعل او اتفق او انشأ، دي اسمها افعال الشروع. طب لازم اغير حاجة كمان، اغير مهتمين مهتمين دي اغيرها ليهتمون، لان فعل الشروع عشان يشتغل ويبقى من افعال الشروع لازم له فعل مضارع، فلازم اقول ايه الاجابة؟ اخذ مثلا او شرع او بدأ، اخذ العلماء يهتمون بالاطفال، ما تحطش ان طبعا، ما ينفعش تقول اخذ العلماء ان يهتموا، لا طبعا ما ينفعش، لان معروف ان ان ممنوع تيجي مع الشروع. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. دال بقى بيقول لي اجعل الفاعل في الجمله الاتيه توكيدا معنويا وغير ما يلزم، تهتم كل الدول برعايه الاطفال، اصلا تهتم الدول كلها برعايه الاطفال، يبقى انا كده جبت الاطفال في الاول، عفوا الدول في الاول، واكدت الدول بكلمه ايه؟ بكلمه كلها. اعرب كلمه مثل، كلمه مثل طبعا هنا هتبقى خبر ليس مجرور لفظا منصوب محل، وممكن لها حاجه تانية، تقول لي الكاف حرف جر زائد، ومثل خبر منصوب علامه نصبه الفتحه المقدره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد، دي اجابه صحيحه، بس لما تسمع الاجابه دي لا ما تتخضش، انت مش يا استاذ ده كل ده، لا انت لو كتبت خبر ليس منصوب
مجرور لفظا منصوب محلا صحيح، انت صحيح. لو قلت خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة بسبب الحرف الجر برضو صح، كل صح. المهم ان هو ايه خبر ليس في الاول في الاخر، ان هما ايه خبر ليس وعلامته مقدرة والحرف الجر ايه شباب، حرف الجر زائد. اخر سؤال يا شباب عشان تجروا تذاكروا الانجليزي، في اي مادة تكشف في معجمك عن كلمة التجديد في جددا، جيم دال دال، جدد الله عندكم الامل، اللهم امين. يا رب يكون بعد هذه الكتابات السريعة تكون مفيدة وتكون أزالت كثير من الاضطراب اللي ممكن أصابك أو أصابك بدون أي داعي، تمام كده؟ وإن شاء الرحمن الرحيم اللي نقص حاجة أو شاف أو اكتشف غلطة ولا بتاع، يا جماعة الكمال لله وحده، والغلطة دي أنا موزع الدرجات هتلاقي حاجات بسيطة إن شاء الله. بالعكس أنت لو غلطت في العربي غلطة أو اتنين ده بيدفعك إنك أنت المادة الجاية تستأسد بقى وتستقتل بقى إنك أنت ما تغلطش ولا غلطة، ده صحيح. يعني أنا نفسي دايما تاخد الحاجات إيجابية يا جماعة، بالله عليكم الواحد مهما تعرضت من ظروف خد الحاجات إيجابية إن شاء الله. وأرجو برضه إنك أنت يعني تستشف فلسفة امتحانات من العربي هو انه بيجيب الامتحانات مباشره من الكتاب بعيد عن الغموض، محدش يعتب اعصابنا، محدش يجيب لنا اسئله من الاسئله العجيبه اللي كنا بنجاوب عليها قبل كده واديكم اتاكدتوا والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد يا رب اللي احنا قلناه قبل كده. يعني الحمد لله ربنا وفق وجعلنا من الصادقين وصدق ما قلنا والاناء، سواء من ناحيه المواضيع اللي اثرناها سويا او الحمد لله انا بنعمه ربك اقسم بالله بنعمه ربك فحدث مش اكتر. وانا بقول لكم الحمد لله رب العالمين، دي نعمه عليا وعليكم ان شاء الله رب العالمين. ويا رب كده ان شاء الله دايما فاكرين بعض يا شباب وهتوحشوني، ويا رب كده الاقيكم دايما على صفحه بنذاكر. اظن ما فيش اكتر من التواصل دلوقتي ما بين الناس، تواصل على صفحه بنذاكر، تواصل على موقع بنذاكر، تواصل على قناه اليوتيوب، تواصل من خلال التليفون، ويا رب نشوف بعض ويبقى التواصل مرئي، لان احلى حاجه في الدنيا دي كلها شباب العلاقات الانسانيه الجميله الراقيه المبنيه على حب وعلى حب العمل وعلى الانتاج، ودي احلى حاجه في الدنيا شباب. ويا رب تدل اخواتكم وتدل اصحابكم على كل ما هو مفيد، مش شرط موقع بنذاكر، لا كلنا ناخد بايد بعضنا عشان يبقى فعلا بنتعلم صح. يا رب نكون فعلا ماشيين على طريق ان احنا بنتعلم صح باذن الله رب العالمين، وادعو لكم بكل التوفيق يا رب. والله يا شباب اوعدكم ان شاء الرحمن الرحيم ان انا ادعو لكم بالتوفيق ان شاء الله رب العالمين في كل المواد اللي جايه، وفي كل صلاه ادعي لكم ربنا يوفقكم جميعا، وربنا يا رب يعوض صبر والاولياء الامور جميعا فيكم خير، يا رب فرح اولياء الامور جميعا بابنائهم ويعوض صبرهم خير، لان هم الجندي المجهول اللي واقف ورا اللي يعني لا يؤجره على ما يفعل الا الله سبحانه وتعالى. صحيح ما حدش يعرف الناس دي بتعمل ايه، اولياء الامور بابا ماما، ربنا يخليهم لكم يا رب كده، ودايما كده يا رب عايشين في خيرهم وعايشين في عزهم ان شاء الله. وانا الحقيقه يعني مبسوط جدا ان انا قضيت معاكم هذه الفتره، وادعو الله عز وجل دائما ان نكون على تواصل، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.